شكرا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخيرات أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع حدث جديد. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أبعاد اتخاذ القرار من قبل رئيس مجلس السيادة بشأن تعيين 15 وزيرا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. إذن أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا بتعيين 15 وزيرا في الحكومة التي هي أصلا بدون رئيس وزراء حتى اللحظة. نتحدث حول أبعاد هذا التعيين في ظل مشاورات أممية ومطالبات أيضا الدولية بانتقال سلمي وسلس للانتقال السياسي في السودان. مشاهدي الكرام، نتابع التقرير ثم نعود إليكم. اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. اذا الحديث حول هذا المحور الرئيسي لهذه الحلقه، يسعدني هنا في الاستديو ان استضيف المحلل السياسي الاستاذ محمد عمر. اهلا وسهلا بك استاذ محمد. مرحبا بك استاذ صلاح، والتحيه عبرك مزجاه للساده المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا بك استاذ محمد. ابعاد هذا القرار الذي ياتي في ظل وجود حراك سياسي دبلوماسي كبير في الخرطوم لتشكيل حكومه مدنيه. بداية هذا القرار يعقد المشهد السياسي أكثر مما يمكن أن يحدث أي انفراجات، باعتبار أن هذا القرار نفسه قرار التكليفات الحكومية، التكليفات الحكومية بما يخص الحكومة والجهاز التنفيذي هي من ترشيحات قوى الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية. والآن ما زالت قوى الحرية والتغيير موجودة في الوثيقة الدستورية، وحتى تعديلاتها التي تم اقتراحها تم فيها إبعاد كلمة الحرية والتغيير مع إبقاء الشريك الآخر اللي هو المكون العسكري في اتخاذ القرارات. إذن السيد رئيس مجلس السيادة ليس من حقه ابتداء أن يقوم بأي إجراء أي تعيينات أو تغييرات في ما يخص الجهاز التنفيذي، لأن هذا ليس من اختصاصاته، إلا إذا كان السيد رئيس مجلس السيادة يعتمد على سلطات أخرى مستمدة من سلطة الأمر الواقع وسلطة البندقية. إلا هذه ما يمكن أن يشرع له اختيار الوزراء أو وكلاء الوزارات وبهذه الخطوة. هذا في المقام الأول. في الآخر هذا يجعل الوضع انقلابيا بالكامل، لأنه أصبح الآن صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار الجهاز التنفيذي والحكومة، يجعل الباب مواربا بعدم اختياره لرئيس للوزارة. وهذا يمكن أن يجعل أن السيد رئيس مجلس السيادة يحاول أن يقول للخارج وليس للداخل أنه هذه مجرد تكليفات لإدارة الأمور اليومية والحياتية للسودانيين، ولكنها ليست ضمن أي مشروع سياسي في ضمن الوضع الانتقالي، ما يعني تجميد الأوضاع الانتقالية بالكامل. هذا التعيين جاء بعد لقاء رئيس مجلس السيادة مع الوفد الأمريكي، وأيضا في 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 إطار أيضا الحديث مع فولكر، يعني اللي هي البعثة الأممية الموجودة في الخرطوم. اليوم تسرب أن أحد المقربين الرئيس حزب من الأحزاب السياسية المؤيدة للعسكر اليوم أورد أن القوات المسلحة بالكامل غير مهتمة بالمبادرة الأمومية للأسف، وهذا تسريب خطير جدا جدا، يجعل أن الأوضاع لا يؤمل أحد. لكن المجلس العسكري رحب بها، أول من رحب بها المجلس العسكري. نعم، هذه هي للرأي العام، لكن هذا الرجل غريب جدا جدا من المكون العسكري أو المكونات العسكرية كلها، وهو صاحب فكرة الاعتصام عند القصر الجمهوري وغيره. هذا الرجل قال أن المكون العسكري غير مهتم بما
يمكن أن يطرحه فولكر بيريتس أصلا، وإنه سيسير في إكمال الانتقال إلى نهايته، وهذه مشكلة حقيقية تجعل الأوضاع تتفجر بصورة أعنف، باعتبار أنك هناك كثيرين من القوى المدنية تؤيد الحوار للوصول لأي وضع يمكنه أن يوقف حمامات الدماء هذه ويجعل البلد تخرج من هذا المأزق الذي أدخلها الانقلاب فيه. لكن طالما أن الانقلابيين أصلا أو المجلس العسكري لا يريد الدخول في مسار العملية السلمية وإكمال الفترة الانتقالية بالانتخابات وخروج العسكر من العملية السياسية بالكامل، هذا يعني أن هنالك نوايا مبيتة تجاه هذا الواقع من أجل تخريب المبادرة الأممية مستقبلا، وهذه من التحديات التي ستكون أمام المبادرة الأممية لكي للسيطرة على الأوضاع من وحماية الانتقال بالكامل وحماية المبادرة نفسها التي ابتدرتها الأمم المتحدة، لأن أي تقول على هذه المبادرة مما يضعفها يجعل الأوضاع تنزلق إلى منزلقات أخرى غير التي نعم. أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث نحن أيضا حول مثل هذه الإجراءات، قد يقول البعض بأنه أن تشكل هذه الحكومة ولو في شكلها الحالي لتسير مصالح الناس هو أولى من أن تظل في فراغ دستوري طويل. نعم، ربما قد يطول. هذه هي يعني محاولة جلب المصالح، ولكن من أوقف هذا الانتقال؟ من الذي وضع العقبات في مسيرة هذا الانتقال؟ ومن الممسك الآن بكامل الملفات من أجل الوصول لاتفاق؟ من الذي يمنع السودانيين من الوصول إلى اتفاق؟ هذه كل المعطيات هذه تجعل حجة التمسك بجلب المكاسب للسودانيين وتيسير أمور المواطنين بالحكومة يجعل أن أنت في يدك كل الحلول. لماذا تعول على الآخرين أن يعذروك في تكوين جزء صغير جدا وهو الحكومة لتسير الأوضاع؟ لماذا لا تسير كل الأوضاع؟ لماذا لا تنفتح على كل الحلول؟ لماذا لا تعيد العملية السياسية إلى مسارها الأول على الأقل، أو إلى مسار يجمع المصالحة، يجعل هنالك مصالحة وطنية شاملة تكون برعايتك أنت على الأقل باعتبارك جهة محايدة؟ إذا كان هنالك حياد في هذا الكون ممكن اعتبار القوات المسلحة هي جهة محايدة، بدون رعايتك لمصالحة الشاملة واتخاذك لهذه القرارات وجمعك للسلطات الكاملة، السلطات العسكرية والسلطات السياسية والسلطات التنفيذية وسلطة حماية البلاد، جمعك لهذا يجعل منك مستبدا بامتياز. إذا تريد أن تخرج من هذا المأزق يجب عليك المبادرة وليس انتظار المسؤول الأممي لكي يطرح المبادرات ويخترح الطاولات المستديرة لكي يحل الإشكال السوداني. الفريق الأممي الذي يعمل لتقريب وجهات النظر في السودان يقول بأنه سيوسع عملية المشاورات لتشمل القوات المسلحة والجيش، ماذا يعني ذلك؟ هو الآن المسيطر على كامل الدولة هي القوات الأمنية والجيش، مما يجعلهم طرفا، ليس طرفا أصيلا فقط، بل إنما طرفا مسيطرا على الأوضاع، وهو خصما لعلي. ألم يرحب المجلس العسكري بداية بهذه المشاورات؟ نعم، أنا قلت لك هذه التسريبات التي بنيت عليها تحليلات. هل يتحدث المبعوث الأممي عن مكونات أخرى غير المجلس العسكري الذي نشاهده؟ أبدا، ليست لن تكون هنالك مكونات أخرى في هذا التفاوض. التفاوض هذا يشمل المؤثرين في المشهد السياسي، المؤثرين في المشهد السياسي الآن والممسكين حتى بالحركات المسلحة التي يعني نالت حصتها من الحكومة بوفق اتفاقية جوبا ليست ذات تأثير، لذلك احتفظ بها العسكر بجانبهم من أجل وضع لمحة على مسار التغيير لديهم. الاتفاقية التي يطرحها أو المشاورات التي يطرحها المندوب الأممي لابد أن تشمل المسيطرين على الأوضاع الآن، وهو المؤسسة العسكرية المتمثلة في أعضاء مجلس السيادة العسكريين الخمسة الذين يعني هم مواقعهم محفوظة وفق الوثيقة الدستورية،
ومن المبادرة الأمريكية على ما أعتقد كانت قد طرحت تعديلا في الوثيقة الدستورية، مما يجعل توفيقا لهذا الوضع، لهذا الواقع، الواقع غير المنضبط. الآن تتكلم عن حكومة من غير رئيس مجلس وزراء، وتتكلم عن سياسيين من الحركات المسلحة ولكن لديهم حركات مسلحة وجيوش لم يتم إدماجها. تتكلم عن إقرار موازنة العام 2022 في ظل انعدام مجلس التشريع. كل هذه التشوهات في العملية السياسية هي التي تجعل أن الواقع الآن لا يمكن اعتباره وغير قابل للتشخيص أصلاً. أنت إذا أردت أن تشخص أي شيء لديك معطيات جاهزة ستقوم بوضعها في طريقة المغاربة والمشابهة، ولكن الوضع الآن في السودان هو وضع الاستبداد الكامل. هنالك من يصدر بجرد قلم قرارات بالتعيين وقرارات بالفصل وقرارات حتى تصل إلى درجة القتل للمتظاهرين. هذه قرارات يصدرها شخص ما. هذه الطريقة الاستبدادية تجعل من الصعوبة بمكان إغرار وضع دستوري لهذا الوضع. يعني لا يمكنك بأي حال من الأحوال أن تقول أن هنالك قانون يجعلك أن تقوم بحجز أو اختطاف مواطنين سودانيين دون الأذونات من النيابة أو دون الحصول على الحق في المحاكمة العادلة. نعم. مثل هذه التجاوزات تجعل ليس هنالك وثيقة دستورية حاكمة لهذا الوضع. إذن هو استبداد كامل، هذه نقطة يجب أن نفرغ منها. الرجوع إلى أي وضع دستوري يعني ذلك أن يجب أن يشمل الحوار الجميع من أجل التوافق على وضع دستوري. يمكننا أن نكون الجميع متفق على هذا الوضع الدستوري، نحاسب من يخطي في هذا الوضع الدستوري ونكافئ من كيف نوجد هذا؟ كيف نوجد هذه الصيغة؟ نعم، الآن المطروحة في الساحة هي المشاورات الأممية التي يطرحها فولكر بيريتس. كل الأحزاب والتنظيمات السياسية الآن تبادر وتقدم المشاريع المقترحة من أجل إعادة المساق الانتقالي. هناك أحزاب أيضا رافضة مجرد المشاورة. هذا شيء طبيعي. يعني أنا يرفض أحد الأحزاب، هنالك أحزاب ترفض وجود الممثل الأممي أصلا في السودان، وهنالك أحزاب أيديولوجية ترفض الوجود القطعي للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية، لأنها تعيش فترات تاريخية غابرة منذ قبل تكوين عصبة الأمم حتى، وترفض وتعتبره هذا استعمار جديد. مثل هذه الأحزاب لا يمكنك أن تجبرها على قبول الوضع العالمي الآن، ولكن في إطار المشاورات الوطنية لا يمكنك أن تحجر عليها كذلك من عدم إبداء رأيها، ولكنه يظل رأي يمكن أن يلتمس منهم التراجع أو التحاور أو غيره في إطار القضية الوطنية. لكن هذا لا يمنع السودانيين من أن يعودوا إلى مسار شرعي دستوري يحمي الناس ويجعلهم يفكرون في المستقبل أفضل. هذا الرفض لا يمكن أن يقف حجر عثرة، لأن حتى هذه الأحزاب هي أحزاب ليست ذات سند شعبي أو سند اجتماعي من السودانيين، لكن المؤثرون في الساحة السودانية هم من يبادرون إلى محاولة اقتراح حلول وحلول حوارية بعيدا عن البندقية. هذا هو ما نأمل أن يصل إلى نتائج مع البعثة الأممية. نعم أستاذ محمد، ننتقل إلى المحور الثاني لهذه الحلقة، وهي زيارة محمد دقلو إلى أديس أبابا ولقائه هناك برئيس الوزراء الأثيوبي أيب أحمد، وفي مقرب وزارة الدفاع الأثيوبية مع وزير الدفاع الأثيوبي. ماذا تحمل هذه الزيارة من رسائل؟ اسمح لي أن نستعرض هذه الرسائل ولكن بعد هذه التغطية الإعلامية المصاحبة لهذه الزيارة. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. محمد عمر، تابعت معنا ملخص هذه الزيارة بعد عودة نائب رئيس مجلس السيادة إلى الخرطوم، ما الذي تقرأه في طيات هذه الزيارة؟ طبعا الموضوع أصلا لا يمكن أن يكون في إطار مسار العلاقات التي تجمع بين البلدين
وقصة الحوار الشفاف في حل الإشكالات بين البلدين. لا يمكن أن يمكن أن يعني هل هناك ما وراء سطور؟ أكيد أكيد أكيد. الآن الأوضاع ما بين التي تهم دول مصر، السودان، إثيوبيا، هي الأوضاع المرحلة الثالثة من الملء لصد النهضة. وليس كان هنالك عدم اتفاق في المرحلة الأولى في الملء الأول والملء الثاني، والآن هنالك ملء ثالث قادم أعتقد بنسبة زيادة من 25% من إجمالي حمولة السد. هذا يجعل الأوضاع مع تعقد الأوضاع السياسية في كل من السودان وإثيوبيا يجعل محاولة على الأقل، حتى إثيوبيا كانت من البداية ترفض أي اتفاق مكتوب وملأت السد مرتين دون أن الحصول على دون أي اتفاق أو دون العودة حتى للتفاوض. هذا يجعل مثل هذه الزيارات هي في إطار مثل هذه المواضيع وليست في إطار العلاقات الطبيعية التي تجمع بين البلدين، لأن الوضع المتأزم الآن في كل من السودان وإثيوبيا لا يسمح بهذه الزيارات التي يمكن اعتبارها زيارات العادية. الآن هنالك مشكلة دستورية في السودان وغياب للحكومة أصلاً، ولا توجد حكومة، ويمارس المجلس العسكري المجلس السيادة الانتقالي يمارس الصلاحيات التنفيذية بما فيها هذه الزيارة، يجعل هذا أن إذا لم تكن هنالك ملفات حساسة لا يمكن لهذه الزيارة أن طرحت ابتداءً. هذه الأوضاع الآن هنالك مشكلة حدودية ما بين السودان وإثيوبيا وصلت إلى درجة المناوشات العسكرية أو لم تصل إلى حرب شاملة. نعم هي ليست في الفشق، الفشق هي نقطة محددة من كل النقاط الحدودية التي لا يوجد فيها اتفاق ما بين السودان وإثيوبيا، لكن الإثيوبيين يظلون يتمسكون بأن هذه الأراضي هي أراضي إثيوبية، غير موضوع غير قابل للتفاوض، مثل ما توجد دول أخرى تمارس نفس الموضوع. أي هشاشة في التعامل مع هذا الملف يجعل أن حق السودان في أراضيه حق قابل للمفاوضة، وهذا جزء من ملفات هذه الزيارة باعتبار أن إذا تم وضع ملف مثل ملف الحدود على طاولة أي مفاوضات في ظل هذا الضعف السياسي الداخلي لمجلس السيادة والمكونات، هذا يجعل يضيع الفرصة التاريخية للسودانيين في حماية أراضيهم واستردادها. أما إذا لم يتم طرح هذا الملف في إطار المشاورات بين البلدين وتم اعتبار هذا الملف هو قضية منتهية باعتبار أن دولة 1956 هي الحدود التي يتم الاعتماد عليها، يصبح هذا هو اختراق استراتيجي يحفظ السودانيين حقهم وأراضيهم. الوضع الداخلي في إثيوبيا كذلك يجب أن نتطرق، لأن السودان أو العسكريين بالذات لأنهم هم المسؤولين بالملف كانوا تحت الاتهام المباشر من إثيوبيا بأنهم داعمون لجبهة تحرير تيغراي في حربهم الشاملة التي وصلوا لها على عتاب العاصمة إثيوبيا. هذه الزيارة قد تكون من أجل أن لكنها تراجعت اليوم وانكفأت على نفسها، انكفأت على نفسها بعد تدخل عسكري، حصلت موازنة عسكرية في ميدان الحرب جعل الحوار ممكنا. الآن طالما أن من دعم بابتداء، إذا افترضنا أن هذا صحيح أن السودان عبر القوات المسلحة قد دعم المتمردين التجراويين في الحرب الإثيوبية، يجعلهم قد يلعبون دورا للوساطة في الوصول لاتفاق سياسي، لأنه حتى الآن في ظل الحرب الشاملة التي خاضها الإثيوبيون لم يتم التوقيع على اتفاق سياسي او اي عمليه او اطلاق اي عمليه سياسيه تجعل ان هذا الهدوء النسبي الموجود الان هو وضع قابل للانتقال والسلم والسلام. اذا هذه الملفات الاربعه هذه الملفات الاربعه هي التي تهم الطرفين في هذه الزياره، وليست هي علاقه زياره طبيعيه في اطار العلاقات بين دولتين، و هذا الكلام الذي يقال على المنابر الإعلامية. طيب ما الذي يمكن أن تلعبه أثيوبيا والاتحاد الأفريقي، لا سيما وأن الاتحاد الأفريقي يحتفظ بموقعه في أديس أبابا، تجاه الأزمة السياسية في السودان؟
الاتفاق الأول الذي تمخضت عنه توقيع لتوثيق الدستورية كان برعاية الاتحاد الأفريقي وبرعاية الإثيوبيين في مبادرة أطلقها أبي أحمد بزيارته أيام في يونيو، أعتقد في ذلك الوقت يونيو 2019 كان قد أطلق هذه المبادرة التي تمخضت عنها الاتفاق السياسي الذي خرق الآن. هذا يجعل أنه قد لا يخوض التجربة مرة أخرى، لأنه حتى لم يجد تبريرات، وحتى لم يجد تبريرات لهذه الأحداث التي غوضت الاتفاق الذي كان تحت رعايته وتحت رعاية الاتفاق الاتحاد الأفريقي. الشيء الثاني أن العلاقات وصلت إلى درجة من السوء بأن الآن في ظل الحرب التي بين البلدين في الفشقة مثلا، وصل السيد رئيس مجلس السيادة لأكثر من ثلاث أو أربع مرات للمناطق الحربية والحدود، مما يعطي هذه الحرب غير الشاملة بين البلدين زخما أكبر، باعتبار أن السودان يسعى لإكساب هذه الحرب بزخم، وأنه مستعد للحصول على حقوقه كاملة. هذا يرفع مستوى العداء بين البلدين، خاصة وأن الأثيوبيا وأبي أحمد كان يخوض حربا في الداخل، مما يجعل أن اعتبار أن العلاقة الزيارة هذه في إطار العلاقات الودية أو أنها في إطار رعاية أثيوبيا كطرف محايد لأي اتفاق مستقبلي أمرا مستحيلا. بمعنى أن الاتفاق السابق الذي له علاقة أيضا بالوثيقة الدستورية وما حصل أيضا في 25 أكتوبر قد يجعل من أثيوبيا أن أنها تعيد النظر في وضع أي مبادرة، ستكون زاهدة. طيب كيف تنظر؟ دعنا من هذا، لكن أسألك حول وجهة النظر الأثيوبية الحالية الآن التي يمثلها أي بي أحمد نحو المشهد السياسي في السودان، ما هي الرؤية التي ينظرون بها إلى السودان؟ الآن السودان ينظرون بنظرة عدائية للأثيوبيون، ينظرون للسودان. أتحدث عن أثيوبيا، هل ينظرون بأنه ما يحصل هو جزء من الإجراءات الانتقال السياسي في السودان؟ أبداً. طالع هو الحق لا يريد أن يضاع له حتى يصبح حقاً، ولكن كل العالم يعرف أن هذا الخرق للوثيقة الدستورية هو بمثابة انقلاب كامل للأوضاع، لأن حتى ما تمخض عن هذه الأحداث هو سيطرة لأحد الأطراف، سيطرة كاملة. حتى الأسباب التي استند عليها في إحداث هذا التغيير لم يتم إنشاء، أولا المفوضيات التي قال أنها قد تعطلت بسبب عدم الوصول لأي اتفاقيات داخل المجلس التشريعي المسقر ما بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي، المفوضيات لم يتم إنشائها، لم يتم رئيس القضاء والنيابة. هناك استحقاقات كبرى هذه الاستحقاقات بالكامل لم تجاز. إذن هذه في تبرير كل العاملون في الحقل السوداني من الدوليين يجعلهم غير مصدقين لما يجري في هذه الأحداث، أنها كانت ضرورية لحماية الانتقال. يعني هذا يرجع بالمشهد بالكامل إلى الصفر أو أدنى من الصفر، ما يجعل أن أي اتفاق لا يمكن أن يبنى على الوثيقة الدستورية ولا يمكن أن يبنى على أي اتفاقيات سابقة، وهذا يخرج الاتحاد الأفريقي من المشهد، ويخرج كذلك تبعا لذلك الرئيس أبي أحمد الذي رعى الاتفاق الأول. لكن الاتحاد الأفريقي في مبادرته الأخيرة محمد عمر وكأنه ينظر إلى أنه الانتقال بشكله الحالي إلى سلطة مدنية خلال عام، يرى بأن المكون العسكري يكمل هذه المرحلة، هكذا ينظر الاتحاد الأفريقي في مبادرته، كيف ينظر الشارع السوداني إلى هذا الطرح؟ طبعا كل العاملون في الحقل الدولي يجعلون من اي استقرار، اي فرصه لاستقرار ممكن يقومون بدعمها دون ان رؤيتهم لهذا الشعب ماذا يريد من مطالب. يعني الان في ظل هذا الانسداد من الافق، اذا كان يمكن الوصول اذا كانت هنالك اي فرصه للوصول الى انتخابات مثلا، حتى وإن يترشح على رأسها العسكريين أو أي وضع يجعل الأوضاع ساكنة، سيبادر الأمميون لانتهاز هذه الفرصة. حتى من أجل ماذا؟ من أجل أن تستقر الأوضاع
هم لا يريدون مناطق متفجرة أو مناطق ملتهبة في العالم، يريدون أن تستطيع هذه الأوضاع حتى إذا كانت ديكتاتورية أو استبداد أو ينتهك حقوق الإنسان حتى. لكن ما هي الرؤية الشعبية لهذا الاتفاق؟ ما هي المطالب الشعبية لهذا الاتفاق؟ هذا يجعل الرؤيتين متصادمتان، الرؤية الوطنية التي تحلم في بناء وطن، والرؤية التي تريد تسكين هذه الأوضاع حتى لا تتسبب مثل هذه الأوضاع في مشاكل للعالم، ممكن مشاكل الهجرة، مشاكل الحروب، مشاكل الإرهاب، هذه المشاكل التي تنتج عن تفكك الأوطان. هم يريدون تسكين هذه الأوضاع. هذا الملف الآن خرج الاتحاد الأفريقي، ما عنده مشكلة مع أنه عسكريين يحكموا، لأنه تجارب كثير من الدول إفريقيا، عندك في مالي مثلا الآن يعني ما عندهم أي غضاضة في أنه يحكم عسكري يحمل بندقية عبر القهر والاستبداد. لكن هذا يخرج الاتحاد الأفريقي من المشهد باعتبار أن تدخل البعثة الأممية أيضا تشاد. البعثة الأممية الآن قد أبعدت الاتحاد الأفريقي، وأصبحت المشاورات سودانية لإنتاج وضع. هذا إذا أراد الاتحاد الأفريقي التأثير في المشهد، لأن رؤيته رؤية مرفوضة لدى الشارع، رؤية أن يستمر العسكر في الحكم رؤية مرفوضة. لكن إذا أراد الاتحاد الأفريقي أن يساعد في حل المشكلة السوداني، عليه بدعم أولا بممارسة الضغط على العسكريين، ومن ثم بدعم البعثة الأممية بحشد السودانيين حول المبادرة الأممية للوصول إلى أي وضع انتقالي يعيد الانتقال. نحن الآن في مسيرة انتقال، يعيد مسيرة الانتقال إلى الطريق الصحيح لإكماله. طيب محمد عمر، لعل أول ثمار تشكيل هذه أو تعيين هذه التعيين هؤلاء الوزراء بهذه القرارات القبول أو تمرير الموازنة لعام 2022، إن كنت قد اطلعت على أبرز بنود هذه الموازنة والحديث الذي تحدث به وزير المالية على أنه ركزت هذه الموازنة على الإيرادات الذاتية وليس حتى على المنح. السيد وزير المالية بالرغم من تخصصه الدقيق في الاقتصاد، إلا أنه رجل يمارس السياسة بالاقتصاد ويمارس الاقتصاد بالسياسة. ويعني كيف قصدي أنه حتى لما جاء في أول لقاء مشهور على إحدى القنوات الفضائية، لما سأله المذيع تلك القناة عن توقف الدعم العالمي والأوروبي خاصة في دعم الميزانية، قال له نحن لا نريد من أحد وولدنا عامر بالخيرات وغيره من أحاديث عاطفية. إذن هو هنا يدخل السياسة التي تستخدم العواطف، تستخدم كل الوسائل في العملية الاقتصادية، وهذا ما يؤدي به ويؤدي بالاقتصاد السوداني إلى مهاوي بعيدة. الموازنة مولت بعجز كبير جدا الآن، بعجز كبير، نسبة كبيرة من العجز، وبدأ يغازل في الشباب السوداني الذي هو الأغلبية الساحقة من الموجودين في الشوارع بالتظاهرات وغيره بأنه سيوفر وظائف. ولكن السيد يلعب بالسياسة ويلعب بالاقتصاد كاللعب بين البيضة والحجر. من أين سيمول مثل هذه الوظائف؟ الشيء الآخر هو عدم السيطرة مثلا على سعر الدولار أو سعر الصرف. الآن قد بدأ الدولار في الارتفاع حتى وصل إلى 500 جنيه. مثل هذه الأوضاع التي تؤثر في قضايا الاقتصاد الكلي هي التي ستجعل الموجودون داخل القطاع الحكومي زاهدون في العمل، دعك من جلب آخرين للقطاع الحكومي لكي يعملوا من فئة الشباب. هذه الطريقة من العمل للأسف هي نفس الطريقة التي مارسها النظام السابق على مدار 30 سنة في اللعب على عواطف الشعب السوداني، باعتبار أن أسباب السماء هي التي ستيسر معايش الناس، مع أن معايش الناس ليست بعيدة عن السماء، نعم، ولكن هي بأيدي السيد وزير المالية في أن يقوم بإدارة الاقتصاد بإدارة حكيمة، وأن يجعل مسارات الاقتصاد في حماية الشعب السوداني وليس في حماية أقليات. طيب محددة، هذه الطريقة تجعله وزيرا للعهد السابق وليس لعهد الثورة. طيب ما مصير تعليق المساعدات الأمريكية والأوروبية أيضا للسودان، وكيف سيكون مصير الدولار والجنيه السوداني؟
الدولار بعد أن بدأ في التراجع والتضخم بدأ في التراجع الأسعار في الفترة التي انتهى تم فيها انتهاج السياسة الاقتصادية التي ابتداها الدكتور البدوي في ذلك الفترة في تلك الفترة، جعل اعتماده الكلي على دعم المانحين والمعونة الأمريكية وصندوق النقد بالقروض. يعني كان الاعتماد الكامل على الخارج وليس على الداخل، يجعل ذلك بما أن الاقتصاد السوداني يعاني من مشاكل هيكلية في الأساس، منها مشكلتي التضخم وسعر الصرف، هي مشاكل أساسية باعتبار أن السودان حتى لا يوجد توسع في بنيته الاقتصادية، يعني لا يوجد توسع أفقي في نعم. مشاكل في نعم. في الزراعة، نعم. هذا أيضاً في الصناعة، دخل أيضا إلى أو يعيد بنا إلى ما قبل تقريبا 5 أشهر تحديدا، عندما تراجع سعر الدولار وتحسن الصرف وبدأ الاستقرار الاقتصادي يتمثل في استقرار سعر العملة السودانية. نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، لا يسعني في الأخير لأن أشكر ضيفي العزيز هنا في الاستوديو الأستاذ محمد عمر المحلل السياسي، وأنتقل بكم إلى التغطية الإعلامية للاجتماع المشترك لمجلس السيادة وأيضا مجلس الوزراء، واللذان أجاز الموازنة العامة للدولة للعام 2022.